على الفرنسي ستيفان لانوي في ضرورة المطالبة بالحفاظ على لاعب البرازيل من الخشونة من العنف الموجود في ملعب المباراة. رمي التماس حدث ما هو متوقع. أعتقد بأن البطاقة الحمراء الآن ستكون حاضرة بكل تأكيد. البطاقة الحمراء ستكون حاضرة إذا ما شاهد هذه اللعبة مساعد الحكم الأول. يعني عادية عادية عادية، لا كانت في صدره، كانت في صدره، ولكن قادر كيتا من له حيلة فليحتال. يعني عايز يوري حكم المباراة أن الإصابة هي لكمة في الوجه. كيف سيتصرف الفرنسي ستيفان لانوي؟ وعموما نحن ندخل إلى اللحظات الأخيرة، هل ستكون بطاقة حمراء لكاكا؟ الإنذار الثاني. إذا كاكا يترك ملعب المباراة بإنذار أول وإنذار ثاني، وبالتالي بطاقة حمراء إلى خارج ملعب المباراة. كاكا يغيب عن اللقاء القادم، وعندما أعود بالذاكرة